تعالوا ننتقل لحدث آخر، وكان يمكن من الأحداث المؤسفة اللي ضايقتنا كان حادث المنيا، وقال على خلفيته رئيس مجلس النواب للبابا تودروس تصريح واضح وصريح: حادث المنيا لن ينال من عزيمتنا. زار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عقب عودته من شرم الشيخ قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وقدم عبد العال البابا تودروس خالص تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع بالقرب من دير الأنبا صمويل بجبل القلمون في المنيا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل إن شاء الله. أشار إلى أن هذا الحادث استهدف كل المصريين وليس المسيحيين فقط، وأكد أنه لن ينال من وحدة المصريين أبدا، الذين أكدوا وقوفهم صفا إلى صف أو صفا واحدا لمواجهة جميع الأعمال الإرهابية. شدد عبد العال على ثقته الكاملة في قدرة الدولة على التصدي لمثل هذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها. أضاف أيضا إلى أن الموقف المشرف لقداسة البابا وللكنيسة تجاه مثل هذه الأحداث يمثل عاملا أساسيا في إفشال أي محاولة تستهدف زرع بثور الفتنة الطائفية بين المصريين. الفتنة الطائفية غير موجودة ولن توجد أبدا في مصر. أقباط مصر ومسلميها يد واحدة وقلب واحد، واللي يؤلم أقباط مصر يؤلم مسلميها والعكس صحيح. لا مجال مهما حصل، وإحنا عارفين الإرهاب ما بيستهدفش الكنائس فقط، الإرهاب بيستهدف الجميع، بيستهدف الكنائس، وتابعنا في بئر العبد استهدف أيضا المساجد. مش الإرهاب يستهدف مصر، يستهدف فكر مصر، يستهدف قلب مصر بمسلميها وأقباطها، واللي بيحصل ده عمره ما هيزرع أي نوع من أنواع الفتنة الطائفية لأي إرهابي وأي كاره لمصر. انسى الموضوع ده تماما مهما حصل، كلنا مسلمين وأقباط فداء مصر. طيب نروح ل